للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ حسين العليان. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا أستاذ حسين. يعني بداية، مجلس القضاء الأعلى يعني يعلن أنه سيفتح تحقيقا في حادث تلف 7 مليارات دينار، برأيكم هل هذا يعني التحقيق له جدوى ربما؟ حقيقة يعني كون الموضوع أقرب للنكتة والسخرية منه يعني كان ممكن يلقوا أي تبرير آخر لفقدان 7 مليار، لكن التحجج بمسألة المياه الحقيقة خلى الفضيحة بلا معنى، خلى الفضيحة النظام في بغداد والفساد في بغداد يعني في الحضيض، وما ممكن صارت تندر للعراقيين بالشارع والمجتمع. وبالتالي أمام هذا الواقع انحرجت السلطة التنفيذية وتبحث عن مخارج. اليوم تحويل الفتح يعني استدعاء رئيس البنك المركزي للبرلمان وجمع تواقيع إلى ما إلى ذلك، أنا تقديري كلها عبارة عن مسكنات سيصلوا إلى لفلفة القضية وتحميلها لطرف معين، وستكتشف أنه يعني لن تصل اي لجان تحقيق الى منتهاها. يعني انت دلني على لجنه تحقيق في ازمه ما في بغداد منذ 15 عاما وصلت الى نتيجه واعلنتها للناس وتحاسب فيها احد، هل تذكر حادثه واحده تستطيع ان تتحجج بها؟ يعني انا متابع، ازعم اني متابع دقيق، لم ارى ولم اسمع عن حادثه تم مواصله التحقيق والوصول لنتائج. البنك المركزي فستلحق هذه القضية بقضايا أخرى يا أخي. يعني سيلحق ربما بملفات فساد أخرى تم التستر عليها أيضا بضغوط أكبر بكثير من وسياسية. هذه القضية صارت قضية بالشارع، قضية رأي عام فقط ليس إلا. البنك المركزي يعني يعزو تلف المليارات السبعة إلى تسرب المياه ويعني تحطيمها جدران خزينة المصرف. يعني من وجهة نظرك، يعني أمام هذه الحجج، يعني الشعب العراقي الآن أمواله يعني تضيع بهذه السهولة وليس هناك من عمل يجرى سوى تشكيل اللجان، هل هذا هو الواقع سيستمر في العراق؟ يعني ملفات فساد الواحدة والأخرى وتشكل اللجان بعدها وثم تذهب هي واللجان أدراج الرياح؟ يعني انت ما هي المعطيات التي تؤشر بخلاف ذلك؟ خلينا نتناقش بهذا الموضوع. نعم. يعني اليوم انت لديك مجلس وزراء مشلول في ظل تقاسم النفوذ والصراع على النفوذ والسلطه والحقائب، ولديك وزاره ولديك مافيات تتحكم في البلد وزعامات سياسيه أطاحت في كل مستويات العراق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نعم. كيف ستعالج الفساد إذا كانت السلطة نفسها تعيش أزمة فساد سياسي خانق؟ كيف ستعالج الفساد؟ طيب إذا رحنا للقضاء، القضاء صار العوبة بيد السلطة التنفيذية خلال 10 سنوات 15 سنة وضعت، وبالتالي خاصة في نخب العليا. يعني أنا لا أتهم القضاء العراقي لأنه كثير من رجالات القضاء بالتأكيد هم يعني ليس كلهم من انخرط في مشروع الفساد الذي ساد العراق، لكن الهيئات الأساسية هي هيئات العوبة ومستفيدة من الكتل والنظام السياسي في بغداد، وبالتالي لا تصل إلى حقيقة ولا إلى أي نتيجة. اليوم أنت تملك المال تستطيع أن تجير كل قضية لحسابك. يعني من بالتحديد المستفيد من هذه العمليات؟ يعني هناك تمسك ملاحظ بمدير البنك المركزي العراقي رغم إثارة العديد من قضايا الفساد حول إدارة البنك، هنا من المستفيد؟ من تقصد بالمستفيد؟ هي الحقيقة حصص، يعني حصص ومكاسب لكتل متنفذة ليس إلا. اليوم أنت في العراق مع اشتداد الأزمة في الإقليم، لا أعتقد أن العراق السلطة في العراق ستكون قادرة على ضبط الفساد حتى لو رغبت، لأنه هذا الفساد خارج، يعني فساد محلي إقليمي دولي، وبالتالي قوى عديدة مستفيدة من هذا الفساد.
إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الحصار والحصار القانر، فسيكون العراق هو السوق المتنفس، والمتنفس للتمويل وغسيل المال وتبادل العملات وتبادل السلع، وسيكون مسرح لهذا. والسلطة في العراق حتى لو رغبت أن تلتزم بالعقوبات الأمريكية فهي غير قادرة. اليوم النائب محمد الكربولي كشف عن فساد في هيئة البنك المركزي قيمته تريليون دينار خصص لغرض إنشاء بناية جديدة للبنك، هذه أيضا معلومة جديدة برأيكم. مليون يعني مليون دينار ولا دولار ولا تريليون دينار؟ مليون دينار ما لها يعني تريليون. ما قيمة تريليون. تريليون نعم تريليون. برأيكم إدارة البنك المركزي يعني توقن بعدم وجود عقاب لأي قضية ترتكبها؟ يعني هل هناك يعني مأمن من المحاسبة، مأمن من المساءلة؟ هو من يعني السائل ليس أقل فساد من المسؤول. أنت تتحدث عن الكربولي. نعم. ولما يتحدث الكربولي عن رقم تريليون يعني أنا يعني أشك في المبالغات التي يتهم بها الفاسدون بعضهم البعض. يعني هو أنت كل ما لدى العراق خلال 15 سنة لم يصل إلى تريليون، فمن أين نأتي بالتريليون وسوق النفط أنت تراه متذبذب وسنبني بناية بتريليون دولار؟ يعني هذا الحديث أعتقد في صيغ مبالغة وإسفاف. نشكرك شكرا جزيلا من عمان الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ حسين العليان، شكرا لكم.